بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلهي سبحانه وتعالى رياضة وناكسن قفك مسلم كأحسد رسولك عليه الصلاة والسلام والشيغي وحو أغدقي يعني مد مركز بشارة وقه. معناها مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام حوليه الرؤية الصالحة من الله، روايتك المحي أهيد الرؤية الحسنة من الله، رياضة وناكسن إلهي تبارك وتعالى إن عيسي كأهاتي، والحلم من الشيطان مدة مركاسي خروج أهي الرياضة حن أهي مركاسي قفك أو أركنا شيطان عيسي كأهاتي. سيدا درت هذا رياضة نلش هذا معناه مكود سنتهي، أما معناه وحمكب الدريسة، أما حقيق مركاسي كام خنيضة أدهشمتهاي، أما واحد دين هذا أما دخن كذا أه أي تهاي مركاسي أو ناكسن، يعني إن ذو حكب الدشو رياضة مركاسي ما كفريسة معناها لا هو ما مثلا يعني قفه وحوكليه وحان أركي يعني أما أنكر رياضي دور مرنا أنكر رياضي يعني هي إن التحيات كمعناها اللب فر إن أنسى أتاجو معناه معناه هالفر وميديق هالوقت تلقي إن التاجو سواء مثلا أو مركسة تذاء وحولية هي وحن أركي يعني اللب فر إن أنتاجو قصة أنا وحكد عذي إن محن كره هولن دنهاق أما إن المساجد كمركز قبة إن نين مركز واحد جري رقبة ضن ومركز هاد يعني هي أركي دوانا فيديو كان نمر خاتي إيكيهين مساعد أنمر إمام أنكا هنجري مسارئة يعني هي مساعد كاسي أيا وحكد عي نين مركا تونيزيان ومركا أهل جماعة هون لتو كذو ذاتك أهل خير كا أيا وحولي هي يعني هي وحا أن أركي حلمر إلا ومر مأهن لإفري يعني لإيقوش يغي إنا اللوضة معناها فرق أن سلاله ماشي قفك للربين وحدانية دي الله سبحانه وتوحيد كيسي قريتانك أسياء أسميه إن بدنا نودي نانري وأنت ما بنانو أنت أحاديثها قصة أرتوح ولا يه وصويس تاعي وحبي إجا معلن إنسان أذنك ها وحبي إجا معلن إنسانو أنت واسيد على سن الرياضك وأركوا أنت أسوي هذا السقوط تكتي أنت أسوي مرة اللواني أنت أسوي مرة السقوط ده إن له عقل عليه ديدي وفيرسو ودي ذي المركز هو حجري وذا علماء واوين مركا ماشي كمد مساري اسيدو كلي ان شيخ ممدوح لدهو شيخ ممدوح مرك انت او شيغني اي وحان يري شيخ ممدوح حالدان ايا جيتي بل نكان معناها لهدان ودي اسيدو كلي اوغو مركا وح مركاسي دين ها اهاتو اما دخن كادا وناغسن ها اهادو ريو انتي كو ايماتو كما فريسو بدل كما دهيسو وحا سمي مركا دينتا اي تهينا واب ارين لما تابتان او ان لا تابن كرين يعني معقول ما امنا بنانا مرنكو ما بنانا إلهي تبارك وتعالى حكم أما وحو سودة جيي إن معاه رياء أثريوتا إيوحك بدش مثلا سنوحك ما بدلي كرتو حكم معناه مركز جري أما محاكو رأخن كالي واناكسنا وحبك ما بدلي كريسو نعم حد حمان أتسمينيسي رياء واناكسن إنتي كو إماتي أداركتي كديمنا رياء دا واناكسن وحي حمان أدلي نفتر كاذا حمان توار كيسي كتري معناه وحا إيوحا معناه يعني مثلا وارن لقرتو تاوا اسكو ومعقول لكن صلاه الظهر معناها افر ركعات وحد كريوتي حدات شر ركعه اي نقطه دورك اد كدغته هي انت سو فضل انت سو اجرت ليس ما سمينيسا ما سمينيس وحدن او سمينين وحي تهي معقول مرنا ما اهن دينتا اني ري وخ كبدش سدا درت ادريده وناغسن وحي تهي وبشاره وناك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحوليه هي الرؤية الصالحة من الله رياض وناكسا إلهي تبارك وتعالى إن عيسى كأهاتي والحلم مد حنا محي كأهاتي من الشيطان شيطان عيسى فإذا رأى أحدكم هدو متكينا أركو ما يكره وح أو لبسدو أو مركا حن أو لباتا مركو أركو محي محوسة مينا يا وحوليه هي إن عيسى معناها بذيحظنا هي يعني هي هأوتو فوق سد حمر حنره أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيدا سوكر سيد حمره حديث كأمر روايدي محنك رهي صحيح مسلم روحي لا هذا هاي حيسكنا وريجيو لنعي أوجي فمان لنعك له أوريك سو مثلا واحد أوجي فتين عن معناه بريح ذا أوجي فتين أما ميدك ذا أوجي فتين كدب رياضي هذا ركتي ميدك أوجي فتك سوقات رياضي هذا ركتي وحد إسقح ويلي سا أنت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا هو وآد يعني محنك رهي إن 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 لنعاسي أقول إنه تفت سيد حمر واد اسوري جنيسا ينعكره او بيحا مثلا اسوري جنيسا
ama dhinacaanad u jiifta ama sidaanad ahayd hadba sidaad marka xaaladda aad ku sugnayd eed iska wareejinaysaa dhinac kalead u jeesanaysaa macnaha waa intaa so rasuulkuna wuxuu leeyahay calayhi salaam innaha min ashayaan falaa tadurru riyadaasi kuma dhibayso maxaa yeele shaydaan dhinaciisa ka ahaatay ogow marka riyo noloshaada waxba yani yayna ka bedelin riyan wax wanaagsan aad samayn jirtay yayna wax kugu soo kordhin hadday wanaagsanayd bishaarayso khayr ilaahay ka rajay haddii hadda laguu fasiro wanaagsan oo kuu fasiro aad heshidna alxamdulilah laakiin hool aad ku jirtay ama manhaj kuu socday ama diintaada riyadiiyayna noqon mar walbaba wax markaasi ku yacni saameeya noloshaada diineed dhaqankaadi wanaagsan marka arrintani waxaan u leeyahay waxay tahay in badanaa macnaha qoraala noo yimaada waanana soo wacaa dad ayaa noo yimaada riyadii waxay leeyihiin saaisaa ayaan arkay imaamaa macnaha anoo kacbada ka ah waxaan arkay yacnihi oo dad tujinaaya ummadda dhan ay isugu soo macnaha waxaa laigu fasiriy inaan madaxweyne noqon doono markaba wuxuu raadinayaa u rabaa noloshiisaoo dhanba inuu ku dhiso waxyaalahaasi haye waxaan arkay anoo meel joogo he oo marka yacni jaamacad macnaha yani ka jeedinayo khudbad ka jeedinayo lecture ka jeedinayo oo intaasoo ummad caddaan iyo kadaa isku jiraan oo luuqad walbana aan ku hadlaayo yacni u fiirso xaaladda noocaasoo kale ah wax walbo wanaagsan khayr ku bishaarayso laakiin noloshaada waxba yayna ka bedelin wixii kuu yimaada qadartii kuu qoran way kugu dhacaysaa marka qadartii kuu qoran way kugu dhacaysaa sheeka kuma jiro adigu un waxaa lagaa doonaa inaad iska ilaalisid waa maxay inaad iska ilaalisid in wixii aad ka dhigato wax wixii wanaagsan aad qabanaysa aad aga tagto tusaale ahaan mathalan yacnihi waad shaqaynaysay shaqaad ku jirtay waa riyootay waxaad ku riyootay hee macnaha shaqada haddaad ka tegtid arsaaqdaa ilaahay kuu furaaya waa ina dhacda hadda ogow rag arrintaa ay ku dhacdaa macnaha noo sheegay haddaad shaqadaa ka tegtid ilaahay arsaaqda kuu furaaya waa waasici kuu noqonaysaa kadibna maxaan ku dhaha waxaasi waxaasaad helaysaa intaasoo macnaha shay oo mala abaal ah qofkii shaqadii uu ka tagay riyo darteeda hadda u fiirso shaqadii waad ka tagtay marka maxaa kugu soo kordhi doona weeyaan wuu sugay isbuuc laba isbuuc bil laba bil saddex bil afar bil shan bil lix bil famil uu dul saaran yahay macnaha shaqadii uu ka tagay wuxuu arkay noloshiisoo dhan inay hoos u dhacday oo baaba'iso intaasoo deen lagu lahaaday intaasoo dhib oo la soo kulmay macnaha oo ku soo darsay oo noloshiisa macnaha yimid macnaha marka u fiirso noloshaada haba yaraatee ha u bedelin adigoo khayr iyo wanaag ku jira yacnihi inaad he riyooto maxaan ku dhahay kadibna riyadii aad ku dhaqanto haye xaaskayga waxaan ku riyooda anoo macnaha riyoonaaya ayaa waxaan arkay he xaaskayga oo aan furay kadibna markaan u imid waxaan ku yiri riyadaasaan arkay sida shar inaad ii tahaanad ii macnaha yacni ii caddaatay maadaama riyada aan arkay oo xumaan iyo waxaasaan dhex martay kadibna waan ku furay ogow sidaasaad igaga furan tahay way dhacday ariib ma ahan waxyaalaha qaarkiisa marka aad maqasho adaa yaabaaya war noloshaada riyo wax kama bedelayso noloshaada khayrka iyo wanaagga aad ku jirtid riyo waxna kuuma soo kordhinayso waxna kama bedelayso sidaa darteeda bishaarayso riyada wanaagsan ilaahay xaggiisay ka ahaatay laakiin reer burburi shaqo ka tag isdil meeshaa iska tuur qofkaa wax yeel qofkaa xamo qofkaa macnaa wax ka sheeg qofkaa wax ku samay qofkaa khiyaan qofkaa been u sheeg haba yaraatee waxaasoo dhan waa min ashayaan shaydaan dhinaciisay ka ahaadeen hana yacnihi maxaan ku dhahaye samayn maxaa yeelay kuma dhibi doonto waxaa kugu dhacaad ku riyootay mathalan adoo meel ka soo dhacay ama adoo lagu dilaa ku riyootay shaydaan dhinaciisay ka ahaatay wuu kugu ciyaaraayaa asaa kugu ciyaaraaya intuu kuu yimaado wuxuu doono kugu samaynayaa marka ma ahan adigii marka inaad yacni wixii aad macnaha aad uufisoo samaysa ma aha ilaahay tabaaraka watacaala marka yacnihi hana waafajiya khayrka nagana dhiga kuwa markaasi yacnihi hadalka wanaagiisa qaata xumaantiisana ka taga وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته